ان تصريح او مش تصريح مانشيت مجله النادي الاهلي الخاص بالحكم كابتن محمد الحنفي او خاص بنادي الزمالك ولقائه مع الاهلي ده ممكن يكون عمل دوافع نفسيه ايجابيه بالنسبه لنادي الزمالك زي ما امير عايز مجاهد قال لنا في مداخلته النهارده؟ بص انا برضه زي كده فعلا ما قريتش التصريح وعمال اشوف حاجات كده كلها رايحه في في في, في الكلام ده، بس طبعا اي تصريح ممكن يبقى ليه شقين، شق ايجابي وممكن يبقى شق سلبي حسب انت بتتعامل معاه ازاي وبتفكر فيه ازاي. يعني اذا كان التصريح زي ما كان بيتكلم الكاب زكريا وانت بتتكلم على ان التصريح كان عامل وشفت ايمن عبد العزيز كان حاطط للعيبه التصريح زي انت بتقول دلوقتي في اوضه اللبس، فده طبعا حافز وحافز جيد. يعني ان انا ايمن بخبراته الكبيره ولعيب لعب واحترف ومثل مصر بشكل كبير ومثل نادي الزمالك، فطبعا هو بيحط دوافع لعيبه نادي الزمالك، ما هو مش هيحط له دوافع بتاعه البطوله او الثلاث نقاط، لان هو دلوقتي دي خلاص مش حافز، دي مش هقدر ان انا اروح لهم، انما انا اروح لهم في حته ثانيه اللي هي انا اسف يعني هي حته الاهانه. انا بوصلك ان انت وصلت ان انت بقيت موجود في مكان صعب جدا وان انا عايز استفزه باي شكل، فده اسلوب من الاساليب الجيده واللي افادت نادي الزمالك النهارده وافادت نادي الزمالك في البدايه. في طبعا تصريح بتتاخد بالاسلوب الصعب ده حسب ما كل واحد، عشان كده بيقول لك دايما ايه الخبرات اللي لما تكون موجوده في الفرقه والناس اللي هي لعبت كتير سواء اذا كان في الجهاز سواء اذا كان جوه الملعب، الكلام ده كله ان هو بتنقل الكلام ده وتاخد من كل حاجه بتحصل حواليك النواحي الايجابيه، ففي الاخر بتبقى انت استفدت. انما لو انت خدتها من الناحيه السلبيه بيقولوا علينا واحنا مش عارف ايه او التصريح بتاع الحنفي انا فعلا ما شفتوش واتكتب، فده طبعا يعني ممكن يؤدي طبعا لنادي سريع. انما في الاخر انا عايز اتكلم في نقطتين سريعه. نمره واحد، الجو العام كله يعني ما يخليش اي يعني رايحه على طول ان خلاص انا مأهل اللعيبه جوه الملعب ان الحكم مش شايف. طبعا الحكم ليه اخطاء وسهل كتير طبعا، لان اللعيبه بشكل واضح طمعت فيه وبقى بيعترضوا عليه في كل حاجه رغم ان هو حكم كبير. هرجع لك في جزئيه الحكم عشان نعرف رايكم كلكم فيها، بس نروح لتامر قبل ما نروح لتامر في نقطه بس. تامر هيروح للحالات بس انا عايز اتكلم، هما اتكلموا في نقطتين وانا كنت عايز اضيف ليهم. وجود معروف يوسف في المكان ده ادى الجبهه دي 80%. يعني لما حطيت ان انا حطيت احمد فتوح وقدامه معروف يوسف خلى الجبهه دي بقت تدي 80%، رغم ان انا كنت بشتغل مثلا معروف ممكن يديني 50 هجومي وبعدين ما اخدش الجزء الدفاعي او احط فتوح. فانا لما حطيت الاثنين مع بعض خليت الجبهه دي بقت مديني قوه كبيره جدا، وهو نجاح هو من اللعيبه اللي عنده الجزء الهجومي والدفاعي يكاد يكونوا زي بعض، وراحت للجبهه القويه عند النادي الاهلي اللي كله بيرحل فيها لان فيها احمد فتحي. ما انت خلي بالك لما انت بتشوف احمد فتحي في جنب وصبري، طبعا مع احترامي ليه وانا على فكره صبري من اللعيبه المميزين جدا، بس هو ما قدرش بالشكل الواضح النهارده وما قدرش ان هو يشتغل بشكل كبير جدا. طبيعي جدا بخبرات احمد فتحي هتلاقي كل اللعيبه مايله عليه وهو ده يمكن اللي بيتكلم عليه الكابتن زكريا في نقطه ان عدم وجود علي، طبعا علي معلوم علي من الخبرات الكبيره فاللعيبه بتروح برضه ان هي بتشتغل معاه. انت لما تبقى تلاقي لعيبه جوه الملعب هتقدر تشتغل معاه، فالنهارده كنت وليد عايز يمين على ناحيه احمد فتحي والناحيه الثانيه اجاي عايز يمين على ناحيه فتحي، حتى مروان بيبقى عايز يمين على ناحيه احمد فتحي. عشان كده الجبهه دي النهارده كان فيها شغل كتير جدا، وجود معروف واحمد فتوح مع بعض ادوها 80% وكانت سبب من اسباب فوز نادي الزمالك النهارده.